مساء الخير وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات الراصد. هالحلقة فيها خبر جميل جدا بنشوفه في أول عناوين حلقة الليلة وبناخذ فيه اتصال لوالدة. أخيرا جهاد يدخل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي لتلقي العلاج، اللهم لك الحمد. وزارة العمل تنهي معاناة المواطن السعودي مع شركته في تبوك. الراصد يأخذ وزارة العمل والمواطن أيضا. عبد الرحمن القحطاني يصافحكم بحضنه ويتمنى مصافحة محبيه. وأيضا بتتابعون في حلقة الليلة، في المدينة المنورة جمعية تعاونية تخالف النظام وتدعو للمساهمة في رأس مالها. كنا كذا يستمر والزوار يزيدون عن 350 ألف زائر حتى الآن. وحائل بصحرائها تعرض قصص من الصحراء يشارك فيها الزائرون. الراصد برنامج دائم يهتم في قضايا المجتمع اليومية. من أهم القضايا اللي احنا ناقشناها هالأسبوع قضية الطفل جهاد اللي رفض مستشفى الملك فيصل علاجه بعد أن كتب له موعد لعملية قسطرة. تفاجأ أبو الطفل أن المستشفى يكتب له الخروج ثم رفضوا استقبال الطفل لأنه بناء على كلام المتحدث اللي وصل معانا هنا يقول أنه كان في الطفل حرارة، فإذا نزلت الحرارة وراح المرض اللي فيه بيشرفنا في المستشفى. الجدير بالذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي الآن استجاب لحالة الطفل جهاد بعد ما تم طرح القضية، ولله الحمد نقول إن شاء الله أن كنا سبب، لعله يكون سبب بسيط جدا. الجهاد كان يحتاج عملية قسطرة في القلب وهو واحد من الحالات الكثيرة. أتمنى من وزارة الصحة ممثلة بمنسوبيها التعاطي مع هذا القضايا المشابهة لقضية ولدنا جهاد اللي يتمنى له الشفاء العاجل له ولكل مريض يحتاج إلى رعاية طبية. انضم لي عن طريق الهاتف والد جهاد راشد الزهراني. أهلا أستاذ راشد. أهلا وسهلا، حياك الله يا أخ عبد الله. والله ما أدري أبارك لك مع أنه هذا يعني حق لك، ولا أقول يعني الحمد لله أنه وصلت كذا، لكن اللهم لك الحمد. يعني في الأخير الولد إن شاء الله بيدخل المستشفى، صحيح هذا الموضوع ولا لا؟ والله بداية أول شيء اسمح لي أني أحب أشكر قناة الأخبارية برنامج الراصد القائمين عليه، شكرا لك خاص أخي عبد الله. كذلك أحب أشكر في الإعلامي عبد العزيز المريسل، والذي والله العظيم أني لا تربطني به أي علاقة ولا أعرفه شخصيا إلا كإعلامي. أنت تتكلم عن الزميل عبد العزيز المريسل أبو جهاد، تتكلم عن عبد العزيز المريسل عشان تويتر ولا لا؟ اللي تبنى القضيه في تويتر ايضا. حتى عبد العزيز يعني حتى ايضا ازعجنا هنا كثير في هالموضوع، فالله يجزاه خير. والله يا اخي نقدم له التحيه. احب حقيقه اشكر على كل ما قدم. استحق. وكان فعلا كان انسان واحس بمعاناه انسان، فله مني كل الشكر. اليوم صباح اليوم تلقيت اتصال افادوني فيه بقبول الحاله. ذهبت الى مكتب التنسيق المواعيد التخصصي، قالوا إن الحالة مقبولة الآن وننتظر لحين توفر سرير في العناية المركزة، وبإذن الله نقوم بعملية الإخلاء، وإن شاء الله إنهم ما يتأخرون في الوضع، لأن الوضع الآن ما يحتمل تأخير. ما يحتمل تأخير، هو تأخر كثير ولا يحتمل تأخير أكثر. كيف نفسية أم جهاد الآن؟ والله الحمد لله، احنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، مؤمنين بالقضاء والقدر، ومؤمنين بما يكتبه الله سبحانه وتعالى، لكن في النهايه ان شاء الله ان الامور تتعدل باذن الله. طيب اخوي راشد، احنا بنتابع معاك القضيه هذه تحديدا، يعني الين ان شاء الله نشوف جهاتي مستشفى الملك فيصل التخصصي في جده وبنصوره هناك بعد ما يقوم لنا بالسلامه باذن الله. يعني احنا بنتابع مع مستشفى الملك فيصل التخصصي
اللي أتمنى أنه هالمرة أنه يجدوا لنا سرير سريعاً لهذه الحالة، لأنه حالة إنسانية طولت كثير في مستشفى الملك فهد في الباحة. بإذن الله قريباً، الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يتكفل بالموضوع هذا بإذن الله. استمروا بالدعاء يا سيدي. شكراً حبيبي، شكراً جزيلاً. الله يحفظك، دعواتكم لنا ودعواتكم للي فزعوا معكم الله يجزاهم خير، سواء زميل عبد العزيز أو غيره من الشباب اللي كل من تواصل معي، كل من تواصل معي على هاتفي الخاص وعلى كل من تواصل معي أشكره. أخوي راشد الزهراني والد الطفل جهاد، الله يقوم جهاد بالسلامة ونشوفه يزعجك في البيت عاد. جدا كنا والله حريصين على هالحالة لأنه عنده قبول في المستشفى وعنده كل الأشياء اللي ممكن تتوقعها ولا دخل المستشفى، لكن الحمد لله الآن يعني نقول إنه 80% إن شاء الله 20% سهلة. طيب موضوعنا الثاني، أنهت وزارة العمل من خلال فرع الوزارة بمنطقة تبوك قضية المواطن اللي ظهر في مقطع فيديو كان يشكو من التجاوزات اللي تعرض لها في عمله من واحدة من المنشآت بتبوك من قبل مديرة الوافد بعد حضور كلا الطرفين المواطن المشتكي وكيل المنشأة الشرعي إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالمنطقة طالبين إنهاء القضية بالتسوية والصلح ودفع مبلغ مالي للمواطن نظير تكليفة بأعمال خارج المتفق عليها. كان المواطن قد ناشد وزير العمل عبر مقطع فيديو اشتكى فيه من التجاوزات اللي تعرض لها وتكليفة بمهام أخرى علاوة على عمله الأساسي في الحراسات الأمنية. نشوف. أنا موظف قطاع خاص اشتغلت في 2013 في شركة لونة فرع تبوك. في مدير عندي يماني استغل وضع اني انا انسان اجهل في القطاع الخاص ما اعلم شيء، اشتغلت معاه 3 سنوات تقريبا او سنتين وثمانية شهور في هذا المجال. اقسم لكم بالله اني اعمل 5 وظائف، 5 وظائف براتب حارس امن، انا موظف حارس امن حراسة امن. اقسم لكم بالله اشتغل سائق شاحنة، اشتغل معقب للجوازات، اشتغل في جميع الدوائر بما انه انا اعمل عند شركة لازم اني اخدمها في مجال عملي. بعد السنتين والسبع شهور هذه اكتشفت انه انا اشتغل لحساب مديري اليماني اللي كان كل ما اشتغله شيء يقول لي هذه تعميد من الشركه، وكنت اشتغل خوف انه ينقطع رزقي وصار يهددني 24 ساعه في رزقي ان ما اشتغلت، اذا يا اني اشتغل يا اني افصل. يا ناس هذا ما يخاف الله، انا مقهور يا جماعه الخير انا مقهور. ينضم لي مباشرة من تبوك عشان نتكلم عن هالموضوع كاملا، هو مطول لكن بعد ما صار الصلح معي حارس الأمن يوسف خضير. أهلا يوسف. هلا والله، حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باقي زعلان من شركتك ولا الأمور طيبة؟ لا إن شاء الله ما في زعل، طالما أنه في إنصاف لله الحمد إن شاء الله ما في زعل. وش سووا لك وزارة العمل؟ بإذن الله تعالى. والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول شيء أنا أنتهز الفرصة هذه أني أقدم شكري وعرفان يعني المقام خادم الحرمين الشريفين والولاة الأمر وسيدي صاحب السمو الملك أمير منطقة تبوك على سرعة التجاوب وزير العمل. بالنسبة لقضيتي الحمد لله كلف صاحب السمو الملكي أمير منطقة تبوك وزير العمل في التحقيق في القضية عندي، والحمد لله قدرنا نوصل للحل. علم بأني أني تقدمت يعني أني أنا أشكي من ظلم، يعني أشكي من ظلم بخصوص وظيفتي، يعني أنا أشتغل حارس أمن إضافة على ذلك أشتغل عدة شغلات. طيب يعني في اللحظة هذه أنا حسيت يعني بغبنة، يعني أول مرة ممكن أنا ساعدت أني أساهم في الشركة وأساعد فيها، وطبعا لازم اكون عنصر فعال عشان اقدر احصل على تطور في وظيفتي في عملي. يعني بديت اشتغل الحمد لله وبديت اظهر وجودي وبديت اثبت وجودي بالشركه. بعدها صارت الامور يعني وصرت كنت اخذ يعني مقابل الشغل اللي كنت اشتغله، وكان المدير يعني يحاسبني يعطيني اشياء لا تذكر، يعني ما هي محمل الشغل اللي انا اشتغله. بعد كذا يعني صرت خلاص انخنق، يعني الاشغال صارت زيادة عن اللزوم، يعني مرة أعقب مرة أسوق شاحنة مرة أحصل مديونيات مرة أشتغل في المستودع، يعني عدة شغلات صراحة يعني ما قدرت أني أوفق بينهم.
طيب. لكن لما حسيت اني فعلا انا انسان متظلم لازم القى حل، لازم اوصل الحل، صرت اكلم اقول يعني الضغوط اللي انا اشوفها ماني قادر عليها، ماني عارف ايش اسوي. يعني يقول لي يعني بكل بساطه، يقول لي يعني هذا شغلنا، يعني حاب تشتغل اشتغل، ما انت حاب على راحتك في طيب. بدالك اللي يشتغل. يوسف بسالك سؤال جاوبني عليه اذا ما عليك امر. ودي اعرف مدير شؤون الموظفين عندكم في الشركه وش جنسيته، سعودي ولا غير سعودي؟ بس سعودي. نعم. واللي كان يكلفك بالعمل لكن هذا لكن لما انا ايوه لا اللي كان يكلفني يماني، اللي كان يكلفني بالعمل هو وش 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 منصبه في الشركه, في الشركة؟ يعني لكن وش منصبه في الشركه؟ ما اسمع منصبه في الشركه وش هو؟ مدير فرع تبوك. مدير الفرع. طيب خليك مدير فرع تبوك. خليك معي يوسف. أنا معي مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك، الأستاذ علي بن سالم العامر. أهلا أستاذ علي. يا هلا حياك الله. حياك الله يا سيدي. أول شيء مبروك أنكم يعني أنجزتوا هالقضية وخلصتوها يعني بهالسرعة، مشكورين صراحة. أنصفتوا يوسف ولا ما أنصفتوا؟ بداية اسمح لي أخ عبد الله أمسي عليك بالخير وعلى كافة المشاهدين الكرام، وأشكركم على هذه الاستضافة. بالنسبة للأخ يوسف، يعني بحمد الله سبحانه وتعالى كل ما تقدم فيه وطالب فيه أنصف فيه إن شاء الله. نعم. طيب الآن كان مدير فرع المنطقة اللي في تبوك غير سعودي، نظاما تجيز وزارة العمل مثل هذا الإجراء؟ نعم، فيها يعني في عدد من المهن اللي اقتصرت على السعوديين ولا يجوز تشغيل فيها الوافدين في هذه المهن. بالنسبة للحالة الخاصة بالأخ يوسف، طبقت المخالفة الخاصة بتشغيل وافد على مهنة خاصة أو مقصورة على السعوديين في هذه، بالإضافة إلى عدد من المخالفات اللي طبقت فيما يخص قضية يوسف يعني، أو على الشركة اللي كان يعمل فيها أو اللي ما زال يعمل فيها الأخ يوسف. تتوقع أن الأخ يوسف يعني الفترة الجاية بيضايق؟ لا إن شاء الله، لا ما راح يضايق بحول الله، وحتى لو يعني تمت مضايقته إذا كان يؤدي مهامه وعمله بالشكل المطلوب وما منه أي تقصير، لماذا يضايق؟ هل لمجرد أنه طالب بحقه؟ أنتوا شف في وزارة، والله بصراحة شف في وزارة العمل في جهد، احنا نتهاوش معكم كل فترة، بس أنا أقول في جهد مبذول من الوزارة تشكرون عليه، ولكن القطاع الخاص يمارس فيه ضغوط على الشباب السعوديين وأنتوا تعرفون عن هذا الشيء، صحيح ولا أنا غلطان؟ ما في شك يعني أنه 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 الضغوط تمارس، ولكن في المقابل نحن يعني نرحب بأي دعوة مماثلة للأخ يوسف واجه ضغط أو ممارسات خاطئة مخالفة لنظام وزارة العمل، نرحب بها، ومجرد تلقي هذه الدعوة أو دعوة مماثلة لها سيكون هناك تحرك فوري مثل ما حصل مع الأخ يوسف أو مع غيره، والأبواب مفتوحة يعني للجميع بدون استثناء يعني في مثل هذه الدعوة. يا يوسف وش تقول مدير عام فرع وزارة العمل في 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 تبوك؟ الأستاذ علي أقول له الله يبيض وجهك ويعطيكم العافية، أنت يعني جهدكم كان يعني قدام عيني، أنا شفت كل شيء، فيعجز لساني بصراحة إني أشكر الأستاذ علي، يعجز، وبرضه رئيس هيئة الابتدائية الأستاذ عبد الله البلوي، يعني بصراحة كانوا معاي في كل شيء، كانوا يأزروني الحمد لله. يعني والله شيء جيد، مدير دائرة حكومية الآن قاعد تلقى هالمدح، احنا كنا بنتهاوش احنا وياك ترى. الله يجزاه خير، هذا واجبنا. الله يعطيكم العافية. ما سمعت الأخ يوسف. أقول يتشكر منك ويقول إنكم ما قصرتوا معه، والقصور دائما ترى حاصل، اللي يشتغل دائما يصير الخطأ، لكن الرجل يقول إنه ما قصرتوا معه، قدمتوا له الخدمات اللازمة، وهو الآن في شركته أموره طيبة، بس احنا خايفين إنه يتضرر الفترة الجاية، فأنتوا تديرون بالكم من هالمواضيع. أخ عبد الله، ويعني احنا هذا اللي قمنا فيه هو طبعا واجبنا المفروض علينا من اللحظة الأولى، وردتنا توجيهات معالي الوزير بأنه تتابع هذه القضية، وأبدا الأخ يوسف إن شاء الله أنه ما راح يضايق في عمله طالما أنه يؤدي عمله بالشكل المطلوب وبالشكل السليم.
شكرا لك استاذ علي بن سالم العامر مدير عام فرع وزاره العمل بمنطقه تبوك، شكرا لكم، شكرا لتعاونكم. بصراحه احنا يعني في البرنامج كثير نزعج وزاره العمل، ولكن هذا عملنا، وايضا هم عملهم انهم يتجاوبون، عندهم مركز اعلامي شاطر يعني قاعدين يقدمون خدمات جيده. فمشكورين ما قصرتوا لا 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 انتم في تبوك ولا ايضا المركز الاعلامي اللي موجود هنا دائما يكون بينه وبينهم واش، فشكرا جزيلا لكم ويعطيكم العافيه. يوسف ايش ممكن تقول بالاخير؟ تفضل حبيبي. بس حبيت يعني اوجه يعني زي ما تقول اني اوصل معلومه يعني للمواطنين، يعني للشعب اللي ازرني ووقف معي ووصل صوتي، احب اقول له الله يعطيك الف عافيه. وهذا شيء يعني مو مستغرب من المواطن السعودي انه يشد من ازر المواطن السعودي اللي مثله، ولكن حاب اني اوصل معلومه. يعني في ناس سالوني يعني انت ايش اللي جبرك على الوظيفه، يعني ايش جبرك تتحمل الضغوط وتجلس. انا حاب يعني بشكل سريع اقول انه ظروف الدنيا يعني ما حد يضمنها سبحان الله. انا انسان راتبي على قدي، بيتي ايجار، يعني وضعي بدون ما اخش بالتفاصيل، لكن في شديد قوي خلاني اتحمل. طيب. واصبر والحمد طيب. لله وما توفيقي الا بالله سبحانه وتعالى. الله يوفقك يوسف خضير حارس الامن من تبوك اللي سوى الفتره الماضيه يعني يعني كان في شغل كبير جدا عشانك يوسف. الله يوفقك يا يوسف، وننتظرك تكون ان شاء الله في نفس الشركه هذه في مكان افضل ومكان اعلى باذن الله. شكرا لك يوسف خضير من تبوك، يعطيك العافيه. قواتنا التي تدافع عن ديننا قبل كل شيء وعن بلاد الحرمين، ومن دافع عن بلاد الحرمين وحدودها وأمنها الداخلي فهو يدافع عن وطن يستحق منا الدفاع عنه، وشعب وفي يستحق منا توفير أمنه في الداخل والخارج. عندما تجتمع حرفية الجودة بالتصاميم المميزة والخامات الجديدة، تأكد أنها أشمغة وغطر بروجي الشتوية من عجلان وإخوانه. جودكم منكم وعودكم منا. تخفيضات تصل إلى 50% في جميع فروعنا بالمملكة. الدخيل للعود اسم تثق به. ثوب دروش الشتوي الحل الأمثل للأناقة. والآن ثوب دروش فروة بأناقة الثوب السعودي وبطانة الفروة من عجلان وإخوانه. جودكم منكم وعودكم منا. تخفيضات تصل إلى 50% في جميع فروعنا بالمملكة. الدخيل للعود. ولدنا عبد الرحمن القحطاني يبلغ عمره 9 سنوات، ولد فاقد أطراف يديه. كانت الأم صابرة وتعلم أن في خير في هالموضوع، حرصت على تعليمه مع والده الله يطول بأعمارهم وجميع أفراد العائلة. يوم أصبح عمره 7 سنوات قرر والديه دخوله المدرسة، أصبح من الطلاب المتفوقين. عبد الرحمن ذكي، يتابع حالته حاليا في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وما زال ينتظر أطراف اليدين اللي وعدوه فيها. كتب في حسابه عبر موقع انستغرام عبارة جميلة تحمل مشاعر
تدق في القلب مباشرة، يقول أنا ما أستطيع أنا صافحك باليد لكني أطلب منك أن تعانقني. معي هنا في الاستوديو محمد القحطاني والد الطفل، والطفل عبد الرحمن، وأيضا أخو علي، حياكم الله. الله يسلمكم إن شاء الله. أول شيء أبغاك تكلمني عن محمد، عن عبد الرحمن. عبد الرحمن اليوم كان شفته في جريدة الحياة، اليوم شفت صورة صحيح. كانت في قصة حلوة حاطها، ليش حلقت الحلاقة هذه؟ قولي أنت. رد حلقتها. ليش؟ متى حلقت؟ حلقت زمان. أها، كيفك في المدرسة؟ يقولون مشاغب ويقولون تعرف تلعب كورة. ها؟ صح أني أعرف ألعب كورة. ها؟ أعرف ألعب كورة لكن ما أقدر أشوتها بقوة. بس أنك تلعب؟ إيه. ها؟ وش اسم مدرستك اللي تدرس فيها؟ الإمام النووي. اللي في أبها؟ إيه؟ أحد رفيدة. في أحد رفيدة؟ إيه. أها، كلمني عن عبد الرحمن، كيف عبد الرحمن بداية حياته؟ في الغالب بعض الأسر تعطف على الطفل إلى أنها تخليه ما يدرس. والله بالنسبة لعبد الرحمن فيحبونه الأسرة، كلهم تحبه وكلهم ما شاء الله، يعني كل يبغى يخدمه خدمة أكثر من لازم، والحمد لله مستمرين في خدمته حتى أصبح أنه يدخل في المدرسة منتظم مع الناس العاديين، لأن الحمد لله مكتمل عقله وذكي وموفق إن شاء الله، ومستقبله إن شاء الله باهر. ذكي ولا شوي؟ ما يقصر ما يقصر. ها؟ وش المادة اللي تكون فيها كويس؟ أنا أعرف أنك تحب العلوم، مدرس العلوم ومدرس الرياضة صح؟ أي نعم. منهم وش اسمهم مدرسينك؟ أستاذ العلوم. أي. وأستاذ شو اسمه؟ فيصل. فيصل أيوه. حق أستاذ فيصل. أي. والثاني هو. ما أدري أنت تعرفه؟ مدرس العلوم. لا اسمه اللي بعد أستاذ العلوم. العلوم مدرس الرياضة ومدرس العلوم. أستاذ حمود. أي. أستاذ عبد الله. هذا الأستاذ الرياض. أيوة. كيف هم معك؟ كيف تعاملهم معك؟ أنا صدق أحبهم لأنهم يساعدوني. وإحنا كلنا نحبك ترى. طبعا أنا أحبكم. أنا أحبكم كلكم. إيش تبغى؟ أنت موجود في الرياض هنا تراجع مستشفى التخصصي صح؟ أيوة. وإيش تبغى من التخصصي؟ عندي إعاقة في الرجل. وإيش فيها رجلك؟ ما فيها، العافية إن شاء الله. إذا لفيتها يمين ويسار. تأثر عليك. نعم. ويديك؟ زي ما فيها شيء بس تحتاج انهم يركبون لك يد ان شاء الله. ها ان شاء الله. ايش اللي وصلتوا له مع مستشفى الملك فيصل التخصصي؟ وصلنا طال عمرك مراجعه، تعرف من الصغر، من يعني بعد سنتين تقريبا، واستمر المراجعه والابحاث هذه، وقرروا على انه يستمر كل سنه مراجعه، وبعدين يحولون للتاهيل الشامل علشان وضع اليد. أيوة. او الرجل فيما بعد يركبون له تركيب صناعي. والله يكتب لي فيه الخير. وكم لكم الحين في ذي المراجعات؟ والله لنا لا يقل عن تقريبا 6 سنوات، لان احنا ما راجعنا الا بعد سنتين من وضعه. من الاكبر علي ولا لا؟ عبد الرحمن اكبر. انت كبير. عبد الرحمن وصل 9 سنوات. اجل تضربه. ما يقدر. ها؟ ها كيف وش تقول لعبد الرحمن دائما في البيت؟ وش تلعبون دائما انت وعبد الرحمن؟ ها؟ نلعب كورة بعض الحيان. ها؟ تغلبهم أنت أكيد. وش تشجع أنت؟ هلال. وأنت؟ هلال. ما شاء الله، أجل العائلة هلالية اليوم. يحبون الهلال. ها؟ ومن يعجبك في الهلال؟ من اللي تحب في الهلال؟ الميدا وإدواردو. الميدا وإدواردو؟ إيه. والله تستاهل يزورونك الميدا وإدواردو كلهم. ومن غيرهم؟ وناصر الشمراني. ايه. محمد ياسر الشهراني. صراحة ما لومك في اللاعبين اللي قلتهم كلهم، واضح انك تفهم كورة صح. وانت؟ تياغو راح خلاص. ايه قد في الاهلي صح؟ ايه الحين جاء الاهلي. ايه. بيجي الاهلي. والله انا ترى يعني حرصنا على هالموضوع، اول شيء ودنا نشوفه. الله يكرمك. ودنا نعرض زي الحالة هذه، هذا واجب لنا، أن زي عبد الرحمن وزي حالة عبد الرحمن، واجب علينا أنهم يظهرون معنا. الله يكرمكم. في قضايا كثير احنا نحاول نتبناها، لأنه صاحبها يعني أقل حقوقه أنه يكون معنا. لا أبشرك الرجل فيه يعني مزايا، يكتب برجله، رجل يد. تكتب أي رجل؟ وتكتب زين؟ ها؟ الحمد لله.
كيف لازم تحطون ستاند كذا؟ هو يمسكها كذا بالاصابع ويحرك عنده يكتب منها هنا ويكتبها. بس الحين عليه شراب عليه تبغى تجرب؟ ابغى اجرب انا. نكتب. هذي؟ ما عليه. اكتب لي. كذا يصير عقلي لفه يعني. اللي لفه شوي. اكتب الراس. لف ايش؟ ما اقدر ما اقدر لازم الف. ها كذا؟ كذا. ها؟ كذا كذا؟ ايوه. يا سلام. ايش تكتب؟ اكتب لي الراصد. ها؟ راصد؟ الراصد. ما ادري تقدر تكتب يا عبد الرحمن؟ يقدر. ما قد وصل الحروف ذي لكن الف. ايوه. ايوه. ايوه راء راء وين راء الحين راء كذا راء كذا ايوه الف 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 صاد 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 يا سلام يا سلام ايوه دال 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 والله انك احسن من الناس في الجامعة ها هذا خطه خليك تشوفونه هذا خط وين هذا هو ها احسن من الناس بالجامعه يا حبيبي والله الله يوفقك جميعا انا والله مره حريص انه نشوف هالموضوع عندنا اسامه الدريهم واحد من زملائنا هنا بيتكفل في الموضوع ايضا ان شاء الله يعني واحد يعني له معارف ان شاء الله بالتخصصي والتخصصي ما يقصرون معه ان شاء الله ان شاء الله ما يقصرون معه واحنا مون عليهم يعني كل فتره نزعجهم بحاله بس انه يستحق والله يا عبد الرحمن يستاهل ان شاء الله نستاهل وان شاء الله ان المستقبل طيب ان شاء الله والله سبحانه وتعالى يعوض انا والله مبسوط بجيدك عبد الرحمن وش تقدر تقول في الاخير ايش تبغى تقول عبد المحمد مع السلام ها مع السلام اصبر خليهم يشوفونك يلا اشكرك اشكرك اقول مع السلام وانا اشكركم على استقبال وش تبغى من التخصصي ان شاء الله قول التخصصي اللي تبغاه منه ان شاء الله تجي لي ايدين زراعيه ورجل زراعيه ان شاء الله ان شاء الله يا رب باذن الله ان شاء الله وش حسابه الشباب طلعتوا حسابه في انستغرام طلعوا لنا حسابه في انستغرام اه عندك حسابك في انستغرام ايش كاتب فيه انت عبد الرحمن عبد الرحمن القحطاني انا ما اقدر اصافحكم وضموني ها صح طيب انا ودي اضمك تسمح لي كل اضمك ها يلا استودعكم الله مشكورين ما قصرتوا على الجاي وتعبناكم وعنيناكم اشوفك على خير وانت كمان انا ابغى اضمك واسلم عليك أنا مبسوط إنك جيت. أنا. نطلع فاصل يا شباب ونرجع. ها؟ إيه. والله مبسوط إنك جيت مينا. شكرا. الله يخليك. مرة موضوع عبد الرحمن مهم جدا زي عبد الرحمن انه يضحك ويبتسم ويستمر يضحك ويبتسم. نروح لموضوع ثاني. كنا كذا وبكلامها الجدة كنا كذا ربط الماضي بالحاضر بمهرجان جداوي يروي تفاصيل الحرف والقصص والاكلات الشعبية. الجميع حضر المهرجان. زميلتنا البندري احمد رصدت لنا التفاصيل في هذا التقرير رجعي من ثاني. I'm
جديد يطل على تاريخ جدة القديمة، فجر يملأه التحدي والإصرار لاستكمال ما بدأه الأولين من مشوار كنا كده. مهرجان كنا كده 3 هو امتداد لمهرجانات سابقة، كان الهدف منها عنوانها اللي هو كنا كده نعيش الحياة القديمة بجميع نواحيها، العادات التقاليد الألعاب الأكلات الشعبية الأخلاقيات اللي كنا نتمتع فيها وربطها بالجيل الجديد. فعاليات يتضمنها المهرجان ولوحات إبداعية توضح أن إنسان هذه المدينة الخالدة كان رمزاً للتسامح والمحبة والسلام. رجعت لأيام زمان، كلها كنا عايشين هذه الحياة كلها بحلوة بمرة، كانت أيام حلوة صراحة، بالأتاريك بالفوانيس بكله، كنا قبل المغرب نولع الفانوس والإتريك وكله، حلوة الأيام، كنا كده. ولو تبغى أقول لك الحقيقة كنا كده وأحلى من كده. والله كبار في السن يبكي دمعته تنزل على عينه لما يشوفنا، يقول والله أعدتوني إلى 70 إلى 80 سنة. هذا هو المقصد، نبغى الناس تفرح، نبغى الناس تسعد، نبغى الناس تشوف تتعلم آباءهم وأجدادهم كيف كانوا عايشين. يقبل الناس على هذا المهرجان تقودهم مشاعرهم ويأسرهم عبق الماضي، يأتون ليملأوا أعينهم بمشاهد البعض منهم قد عاصرها والبعض الآخر لم يكتب لذاكرته منها نصيب، ولكن سرعان ما يخرج الجميع سواسية محملين بأجمل انطباع. معلم الكتاب كان أول يطلق عليه الفقيه، معلم الكتاب الفقيه، ومعلمة البنات كانوا يسموها الخوجة. في كتاتيب أولاد وكتاتيب بنات، خوجة وفقيه، فكنا ندرس كده، يعلمونا يدرسونا، كان تربية وتعليم، تربية قبل التعليم، التربية. كان معلم الكتاب الأستاذ يعاقبنا حتى على حاجات برا الكتاب، أمنا أبونا ما نسمع كلامهم، الكبير ما بنسمع كلامه، شافك عملت حاجة تنفرش، تروح تشتكي لأبوك تنفرش. المحلات المترامية هنا وهناك تتيح الخيار أمام الجميع لاقتناء ما يشاءون في كرنفال حجازي بهيج. في زماننا الدنيا كانت هي الدنيا، جيرة أهل وأحباب، ما بيننا أغراب، كنا كذا أول. البندري أحمد، الإخبارية، جدة. الموضوع آخر في المدينة المنورة، خالفت الجمعية التعاونية الصحية في المدينة وقاية عن النظام بالإعلان عن دعوة مساهمة في رأس مالها مستغلة اسم وزارة الشؤون الاجتماعية، الأمر اللي أثار حفيظة المواطنين، فاضطر بعضهم إلى مراجعة الوزارة للتأكد من مصداقية الإعلان، إلا أن الوزارة وصفت ذلك الإعلان بالمضلل وهددت بملاحقة الجمعية قضائيا. كما أكد المدير العام للجمعيات التعاونية في الوزارة أسعد الشايقي أن الجمعية لا تمثل الوزارة، وأن الإعلان الموجه إلى السيدات ويحمل عبارة فرصة العمر مخالف ومضلل. عادي عادي. ينضم لي هنا في الاستوديو الدكتورة نجاة قاسم كرامي، رئيسة مجلس إدارة الجمعية التعاونية الصحية وقاية. حياك الله دكتورة. اهلا وسهلا استاذ عبد الله، يعطيك العافية. الله يعافيك. اول شيء ليش اعلنتوا موضوعكم وحرجتم قدام الناس؟ اولا بداية احب ابارك للملك سلمان حبيبنا وحبيب الكل على مرور عام على المبايعة، وأيضاً أشكر الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن نايف، هو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على فتح باب التنمية والتطوير في مجتمعنا السعودي اللي هي المشاريع الصغيرة. وأنا أيضاً كانت أنا دكتوراه إدارة أعمال، كانت رسالتي
عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة. طيب جميل، بما أنه هذه دراستك وكذا، فالخطأ اللي سويتي خطأ يستحق أن نسحب شهادة الدكتوراه من عندك. فبالنسبة طبعا الحمد لله هم يعني الإعلان عن هذه المشاريع الصغيرة أخذت حقها من الدعاية وأخذت حقها من الدعم. ما شاء الله عندك بنك التسليف يدعم، ريادة تدعم، عبد اللطيف جميل يدعم، مختلف المؤسسات الحكومية والمدنية يعني عبد اللطيف جميل والبنوك بتدعم المشاريع دي الصغيرة. طيب. وانتشرت الآن بنجاح. المشكلة اللي حصلت معانا إن شاء الله ما في مشاكل في الجمعيات التعاونية، ما في إعلام عنه، ما في إعلان عنه. وما شاء الله يعني أهل المدينة والنساء بصفة عامة دخلوا الحياة يعني العملية وراغبين إنهم ما شاء الله يستثمروا أموالهم. هذا كله كلام جميل، بس أنا أقول إنه أنتوا وزارة الشؤون الاجتماعية تبرأت مما قمتم فيه، وأنتوا حطيتوا إنه فرصة العمر وما فرصة العمر، قالوا هذا إعلام مضلل وأنتوا ضللتوا الناس. طبعا هو ما اللي حاصل، انت عارف يعني وسائل الاعلام لها وجهين، يعني احنا بنعلن عن فتح باب المساهمه في الجمعيه، ولكن كل المساهمات وكل من يحب يعلن يضيف يقدر في الواتس الكلمه اللي يحب، ولكن في النهايه الجمعيه التعاونيه الصحيه وقايه هي هدفها خدمه المجتمع المديني. طبعا هي نحن بنقوم بخدمه الوطن، هذا ما منه يعني أي فائدة مالية. العمل اللي بتقوموا فيه جيد، ولكن نعم. أنا أتكلم أنه يعني أنا بقول لك الشايقي إيش قاعد يقول، شفتي اليوم إيش قاعدين يقولون، هذا اليوم كان في صحيفة الوطن. نعم أنا قرأت أن الوزارة لا تدعم مساهمات. نعم. مساهمات جمع رأس المال، وأضاف أن رأس مال الجمعيات يجب أن ينبع من مساهمات الأعضاء المؤسسين وليس عن طريق طرح المساهمات والدعوة للمشاركة فيها والاعتماد على الإعانات التي تقدمها الوزارة. هذا كلام وزارة الشؤون الاجتماعية. والله بالنسبة للرأس المال، للرأس المال الجمعية المساهمات تجمع من أعضاء مجلس الإدارة ونساء وسيدات المدينة المنورة يعني والنساء يعني. فإحنا طبعا أخذنا الموافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية بفتح باب المساهمة، أخذنا عليها موافقة ففتحنا للجمعية الوقاية، فتحنا لها حساب بموافقتهم طبعا، فتحنا لها حساب في بنك الجزيرة. ايه ايوه، بس هذا الكلام ما يعطيكم يا سيدي، هذا اذا الكاميرا توضح. ايه اوكي، بس هذا ما يعطيكم مبرر. هذه الجمعية اي حساب يوضع، أي لا يوضع في الحساب ليس في اسمي انا، لا أستطيع أن أخذ منه حتى قرشا واحدا، إنما يوضع في حساب الجمعية التعاونية الصحية وقاية التي. لكن يقولون أنتم لا تمثلون الوزارة نهائيا، واعتبروا أن مضمون الإعلان وصياغته فيها تضليل بادعاء أن أسهم الجمعية لا تحتمل الخسارة. طبعا كل الموضوع هذا يعني شرعا حرام، تجاره تحتمل الربح والخساره. انت قلتوا ما في خساره. والله نحن ما قلنا زي كذا، شرحنا للجميع. انا بقول لكم انه لحظه، نحن الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم قال 9 أعشار الربح في التجاره، الرزق في التجارة. السؤال في هنا يعني بيسالوا يعني راس المال ال 2000 ممكن يخسر؟ أنا ما أدري، أنا حسب معلوماتي إن شاء الله ما يخسر. أولاً السيدة خديجة رضي الله عنها قامت بالتجارة وكانت ناجحة لأسباب، أولاً هي إنسانة صادقة في عملها، ثانياً اختارت النبي صلى الله عليه وسلم وميسرة كانوا مخلصين، وأنا الحمد لله يعني أنا ما لي أي مصلحة، ممكن حتى في بعد ما تجينا الموافقة ويحصل انتخاب ممكن أنا ما أكون رئيس المجلس. تسمحي لي أقول لك إيش اللي واضح لي أنا. تفضل. اللي واضح يا دكتورة أنه أنت يعني رئيسة مجلس إدارة مؤقت. اي بس مؤقت مجرد، بس انه اللي تحت رئيس مجلس اداره واضح انهم يشتغلون شغل انت ما تعرفينه. والله كلهم زميلات وصديقات، ما اعتقد نحن، ما اعتقد هذا كلام لانه هذول نحن اعضاء مجلس الاداره. هي اسمها جمعيه تعاونيه، واحنا كلنا متعاونات ويد واحده، وهدفنا خدمه اهل المدينه المنوره ومعالجه السمنه. يعني احنا عندنا انه 5 سنين نقضي على السمنه في المدينه، وهدفنا كله من ضمن اهدافنا اللي وافقت عليها الوزاره
اللي هو ربح المساهمات، الربح الوفير، هذه من الأهداف الجمعية. الربح الهدف الثاني اللي هو توظيف النساء بمختلف الشرائح، اللي عنده مؤهل اللي ما عنده مؤهل، لأنه المشروع ضخم وكبير لمعالجة السمنة. إحنا ما عندنا مشكلة في مشروعكم، وندعم هذا المشروع، ندعم هذا التوجه، ولكن إحنا عندنا مشكلة لما تكون وزارة الشؤون الاجتماعية اللي مسؤولة عن الجمعيات تقول إنه أنتم قاعدين تمارسون أعمال ما تتفق ونظام الجمعيات التعاونية في المملكة. أنتوا ضبطوا أموركم مع الوزارة، وإحنا نحطكم عروسنا من فوق ونقول إنه نشكرها تماماً الوزارة. يعني جهد وزارة الشؤون الاجتماعية الفترة جداً. هذه قوي جداً، وقاعد يحفظ أموال الناس، وقاعد أيوة يوقف المساهمات اللي فيها. أيوة الجمعية الوزارة الشؤون الاجتماعية جزاها الله خير قامت بكل ما يخدم المجتمع، وسمحت للنساء أن يفتحوا جمعيات. ولكن إحنا نطالب من هنا الرئيس مجلس الجمعيات التعاونية الأستاذ الدكتور عبد الله الوابلي بس يعمل لنا موقع. يعني إحنا الآن إحنا دحين نطلب مساعدتهم من منبر هذا، أطلب إنه يكون هناك موقع للجمعيات التعاونية. أنت مستقرة هنا في الرياض؟ لا أنا في النهل المدينة. طيب لازم تزورينهم في الوزارة عشان تخلصوا الموضوع، لأنه الآن الموضوع بدأ يطلع من يدكم ويروح الوزارة، الوزارة بدأت تشوف أموركم ما هي مضبوطة. من عيوني. لا إن شاء الله يوفقكم. إحنا تحت أمرهم. بالنسبة فضل. نبغى موقع للجمعيات التعاونية بحيث أي واحد تسألني تقول إيش جمعيات، ما عندهم حتى محامي يتصل صحيح. يقول لي أمي تبى تساهم، إيش يعني جمعية؟ ما عندهم إيش يعني تعاونية. نبغى موقع يوضح كل ما له وعليه الجمعية التعاونية بحيث إنه كل واحد يقول لي إيش الجمعية، أدي له الرابط أقول له هذا الموقع أدخل وشوف اللي لك واللي عليك. يعني والله هذا كله نشاط أنا سويته ماني مستفيدة منه لوجه الله تعالى. الله حتى دفعنا عربون الفيلا اللي نبغى نستأجرها عشان جنب مضمار لأنه فيها مشي رشاقة من عندي، الأوراق كلها من عندي، وأنا ماني يعني ننتظر الجمعية بس تضبط أمورها مع الوزارة وبندعم كل التوجهات هذه. دكتورة نجاة قاسم كرامي رئيسة مجلس إدارة الجمعية التعاونية الصحية وقاية، شكرا جزيلا لك ويعطيكم العافية. يسعدك يا رب. شكرا لك. شوفك على خير. جزاك الله. الله يحفظك. خلونا نروح فاصل ونرجع من ثاني، بنروح لحايل. فيينا، باريس، صح، لندن، الشوي، موسكو، الرياض، اسطنبول، واشنطن. إخباريات يأتيكم في الأوقات التالية. هل تعتقد جادون في حل سياسي؟ لأنهم هما ما رحموا الضحية، لكن هؤلاء لا يرتجعون. كل أثناء المتهمين والمعلومات. إصرار إسرائيل على تنفيذ مخططها بحق الأقصى الشريف. هل تتوقع حل هذه الأزمة السورية قبل أن تكمل عامها الخامس؟ ولا يوجد في الأفق أي حل سياسي. جذبت الأنظار فعاليات قطين البادية في مهرجان الصحراء الدولي في نسخة 9، واللي يعرض من خلاله يوميا قصص مباشرة لحياة الصحراء، وكأنها حقيقة ما جعل عدد من الزوار يشتركون في أداء بعض الأدوار. مراسلنا في حايل عبد العزيز العيادة اقترب كثير وسط هالفعاليات وجاب لنا التقرير. بنرجع نتكلم عن الفعاليات بتوسع أكبر. في عمق الصحراء
يقام مهرجان صحراوي مختلف يصور حياة ابن الصحراء كما هي. مسرح الواقع يقام على مساحة تزيد عن 10,000 متر مربع ويستمر يوميا في تقديم حياة ابن البادية على طبيعتها بمشاركة وتفاعل من الزائرين مع فعاليات مهرجان الصحراء الدولي. يوم حنا نشوف مثلا على الشاشة أنا أشوف الوضع عادي، بس يوم تعيشه داخل، يوم تعيشه يعني قدام عيونه، يعني يوم تعيشه داخل الموقع تحس باللي حنا بلا أداء نسوي، تحس يعني بالمشاهد، تحس مثلا تحس ببعض يعني العبارات، تحس يعني بحاجة، تحس يعني باللي يصير قدامه غير يوم أن تكون بالشاشة. وتتعدد ألوان الموروث الشعبي لأبناء البادية وعشاق الصحراء، وها هي المنسوجات اليدوية بألوانها المختلفة وتشكيلاتها المتميزة في السوق الشعبي للمهرجان، عبر قصة نجاح لإحدى الحرفيات والتي امتدت تجربتها لأكثر من 15 عاما. يعني عندي من الخليج وعندي من حايل، كلهم ياخذوا منتجات، عندي من الكويت وعندي من دبي، عندي ناس كلهم يشتروا من الحاجات هذه. أكثر من 150,000 ريال عوائد مالية سجلتها الحرفيات والأسر المنتجة في السوق. قصص النجاح متعددة في مهرجان الصحراء الدولي، ولكن بشرى وجدت نفسها أمام إقبال مضاعف من دول الخليج ومن مناطق المملكة. عبد العزيز عيادة، الإخبارية، حائل. طيب، ينضم لي مباشرة من حائل الأستاذ خالد السيف، مدير عام الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة حائل. أهلا أستاذ خالد. أهلا وسهلا. صراحة متميزين بحائل في الفعاليات اللي تسوونها، بس الفعالية هذه غريبة شوي، كلمنا عنها بزيادة شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، حائل فيها عدة أمور متميزة، من ضمنها هذا المهرجان، وهو مهرجان الصحراء في نسخته التاسعة، هو مهرجان يحكي حياة الصحراء وحياة ابن الصحراء أيام زمان، فنجسده في هذا المهرجان بواقع مبسط جميل محبوب لدى الجميع. كيف شفت التفاعل أستاذ خالد؟ أنتم من اللي يعني يوميا تقيسون هالتفاعل وتفاعل الناس وزيارتهم، كيف قستوا التفاعل اللي موجود في المهرجان؟ والله قياس التفاعل من خلال رصد عدد الزوار، هذا بداية، من خلال مركز ماس في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، هذا المركز اللي يقدم رصد لكل أجزاء من ناحية الناحية الاقتصادية، من ناحية الاجتماعية، من ناحية عدد الزوار. فحتى الآن يعني من خلال الفترة الماضية من يوم الخميس الماضي إلى اليوم، لا أعتقد إلى أمس كان عدد الزوار حوالي 70,000 زائر لهذا المهرجان، ويعتبر عدد لا بأس به بالنسبة للمهرجان في موقع واحد، يعتبر يعني نجاح إن شاء الله لهذا المهرجان. بس ترى ما تكلمتوا عن هذا 70,000، وأنتوا ما تكلمتوا كثير بالإعلام عن المهرجان، ولا تكلمتوا عن مميزاته الفترة الماضية، فيعني العدد يعتبر كبير جدا مقياسا بالإعلان عنه، ولا لا؟ نعم صحيح، لكنه كان فيه إعلانات داخل مدينة حائل وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والصحف، وكان دور هيئة الإذاعة والتلفزيون دور كبير، يعني صراحة بذلوا جهد معنا وهم في الميدان وفي الاستديو وعن طريق الرسائل يبثونها بشكل يومي. المهرجان هذا يعتبر التاسع، نبغى نتكلم من 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 1 إلى 9، ايش كان الفرق يعني الحين، وش وصلتوا له في المهرجان التاسع؟ الان احنا وصلنا لمرحله اللي هي نسميها مرحله الخبره، ما شاء الله. الان من المرحله الاولى او النسخه الاولى الى هذه اللحظه، الى الان اصبح دولي. الان هو المهرجان بالتضامن أو بالتوأمة مع مهرجان في المملكة المغربية الشقيقة اللي هو مهرجان الطانطان، هذه توأمة تعتبر
يعني جت بموافقة الحكومة السعودية في مرسوم ملكي يعني حظيت به منطقة حائل، وهذا صراحة فخر لنا يعني أننا نحظى بتوأمة دولية مع مهرجان آخر صحراوي في المملكة المغربية الشقيقة. كم مدة المهرجان؟ إذا نتكلم عن مدة المهرجان هذا كم مدته؟ مدة المهرجان 9 أيام. ما أنتم بناويين تطولونها شوي؟ أنتم ماخذين الإجازة وأنا عارف أنه الإجازة، لكن بعد حتى يعني بعد الإجازة ترى يعني الزوار أيضا بيقبلون أكثر. لا صحيح، هناك يعني فكرة أن يكون هذا المهرجان يعني يقام يعني يستمر، ليس المهرجان باسمه، ولكن هناك فعاليات احتمالنا تكون بعد الدراسة نكون في خلال نهاية الأسبوع تفعل بعض الفعاليات أو تستمر بعض الفعاليات من خلال هذا المهرجان. موقع المهرجان بحايل، لا يكون بعيد عن السكنة وعن الناس، فيكون أيضا في مشقة للوصول لوين مكانه تحديدا؟ هو المهرجان يقع في منطقة اسمها المغوات اللي هو تبعد حوالي بحدود 7 إلى 9 كيلو عن وسط مدينة حائل، قريب جدا ليس بعيد، ولكن عندما تأتي إلى هذا المكان ترى أنك كأنك خرجت نهائي من مدينة حائل، وهو منطقة جبلية وفيها يعني بذلت أمانة المنطقة مجهود كبير في عملية الإعداد وتجهيز هذا الموقع لاحتفالات المنطقة جميعا وليس خاصة لهذا المهرجان. إيش ناويين الفترة الجاية في هيئة العامة للسياحة والأثار؟ ناويين أشياء جيدة لحائل، لأنه يعني واضح أنه السياحة بحائل قاعدة تتطور سنة بعد سنة. إيش ناويين الفترة الجاية؟ الحمد لله والشكر، يعني احنا في حائل انضم الموقع الرابع العالمي اللي هو موقع الرسوم الصخرية في منطقة حائل في جبة وشويمس غرب شويمس راطة والمنجور، وهو الموقع الرابع بعد موقع مدائن صالح والدرعية وجدة التاريخية، وهذا الموقع الرابع الذي حظي بالانضمام إلى قائمة التراث العالمي، وهذا يعتبر يعني حمل علينا إن شاء الله يكون إضافة للمنطقة وإضافة للسياحة عامة في منطقة حائل. والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تعمل جاهدة على تنمية الوجهات السياحية في جميع مناطق المملكة ومنها منطقة حائل، هي تعتبر وجهة يعني احنا نركز عليها كوجهة صحراوية فيها جميع المميزات الصحراوية التي تحظى بإقبال كبير من جميع فئات المجتمع. احنا فخورين باللي تقدمونه، الأستاذ خالد السيف مدير عام للهيئة العامة للسياحة والأثار بمنطقة حائل، شكرا جزيلا لكم، فخورين بكل اللي تسوونه، الله يوفقكم ويسر أمركم ونشوف فعاليات أكثر الفترة الجاية، شكرا جزيلا لك. من حائل نغلق آخر ملفات حلقة الليلة، إن كنا من الأحياء بإذن الله لنا حلقة جديدة يوم الأحد فيها العديد من الموضوعات اللي تناقش كل قضاياكم، واستودعكم الله، مع السلامة.